ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف وعليكم حالكم؟ ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا بكم. أنا محمد، اختصاصي تدريب أكسفورد، مدرب معتمد من جامعة أتلانتا، كلية كامبريدج، المؤسسة الكندية للتدريب، عضو موسوعة التكامل العربي الأفريقي، ومؤسسة الفقه للتدريب، حاصل على دبلوم القيادة الاحترافية ومهارات الإدارية إكسفورد، ودبلوم تدريس لغة إنجليزية، رخصة القيادة الدولية المهنية للمعلمين بدولة قطر المستوى الثاني. طيب، المحاور العامة من أو الهدف العام من الورشة: اكتساب مهارة في التعامل مع أبنائنا وفق النظريات التربوية والتجربة. من المحاور الموجودة معي في الورشة: وسائل التربية الإيجابية. اليوم اخترت وسيلتين، اللي هي الاختيارات والعواقب المنطقية. طيب، فضلاً كتابة ما تتوقعه من هذه الورشة بالمحادثات. لو سمحتوا دقيقتين، كل واحد فيكم يكتب لي مثلاً يتوقع شنو من الورشة. نعم، معك أستاذة عادلة. القدرة على تحفيز الأولاد نعم، في مشاركات. واضحة عندك ولا أقرأها؟ لا واضحة، بس أنا مديهم دقيقة لغاية ما يفتز يكتبوه، لأنه شايفة كلهم ما شاء الله في بيتكلموا مع أستاذة رشيدة. شكرا أستاذة رشيدة، محاضرة كانت رائعة جميلة. طيب، القدرة على الاستمتاع والمشاركة، تنمية السلوك والمهارات، المعرفة الجيدة بخبرات، توقع معلومات. أوكي، طيب، طرق التعزيز الإيجابي، كيفية التعامل مع الطلاب، أساليب التحفيز، التعامل الإيجابي مع في الفترة الراهنة، كيفية تعزيز الطلاب لأنهم أبنائنا، أسس التربية وفق الدين الإسلامي، مع التعامل مع الأبناء. نعم، شكرا لكم وشكرا للمشاركة. طيب، فعلا كثير من الأشياء ممكن تكون، بس اليوم أنا إن شاء الله حابة أعرض لكم وسيلتين تربويتين، اللي هما التهذيب الإيجابي، اللي هو وسيلتين الاختيارات والعواقب المنطقية. هناخد إن شاء الله بالترتيب واحدة واحدة. طيب، وسيلة وسيلة. طيب، عندي سؤال لو سمحتوا بالمايك ورفع الأيدي، اللي هو: ما هو الهدف من التربية؟ عايزة أنا مشاركة لو سمحتوا. نعم، بس اللي حيشارك يرفع الأيدي أو يفتح المايك. نعم، يتفضل. التربية هي تغيير السلوك، تغيير في السلوك الإيجابي وملاحظة السلوك من خلال العملية التعليمية بطريقة مباشرة وغير مباشرة. نعم، شكرا لك. طيب، فاطمة، أستاذة فاطمة، تفضل يا أستاذة. تقريبا هو تقييم السلوك الإيجابي والغير إيجابي، يعني في النهاية التربية هو تقييم لسلوك الطفل أو لسلوك الطالب إذا كان إيجابي أو غير إيجابي. نعم، شكرا لك أستاذة فاطمة. نسمع من أستاذ حسن، تفضل أستاذ حسن. التربية هي يعني نبني أخلاق قيمة للأجيال المستقبل. رائع، ممتاز. طيب، اتفضلي ام عبد الرحمن. التربية هي تعديل سلوك خاطئ إلى سلوك صحيح من خلال تطهير السلوك الغير صحيح أو التزكية.
ممتاز، رائع. طيب تقديم جيل إيجابي للمجتمع. رائع جدا، تقديم جيل إيجابي للمجتمع. طيب خالد، طيب قرص القيم والسلوكيات الجيدة. قرص القيم والسلوكيات الجيدة. ممتاز أستاذة وفاء، شكرا لكم. وصراحة أنا هنا بديكم اللي هي الشارة الذهبية. الإجابات كلها كانت رائعة وموفقة، وصراحة شغل رائع جدا. طيب أنا بالنسبة لي اللي هي الهدف من التربية طبعا منح أطفال الشجاعة والثقة وتنمية تقدير الذات بداخلهم، بالإضافة لأنه نساعد أطفالنا على أنهم يتعلموا شيء من أجل المستقبل. ما عايزينها صفي معهم حسابات في الماضي، أخطاء أو كده، لا، لازم يتعلموا شيء للمستقبل. الحاجة الثانية، لازم يكونوا أفراد فاعلين وسعداء ومساهمين ومحل تقدير واحترام بين أسرهم وبين المجتمع ككل، مدارسهم أو الفرق اللي هم بينتموا لها. بالإضافة لأننا نمنح أطفالنا مهارات حياتية لينعموا بحياة ناجحة اليوم وعندما لا نكون معهم. قد يمشوا الجامعات مثلا، او قد يعني ينتقلوا لحياه في بلدان اخرى، فلازم احنا نديهم مهارات حياتيه تمكنهم انهم يعيشوا بحياه امنه وسعيده، وانهم يكونوا واثقين من نفسهم واثقين من قدراتهم، ويقدروا يقدموا شيء للمجتمع ولانفسهم ولاسرهم ان شاء الله. طيب بالنسبة لي أنا في الأول حابة أذكركم من الورشة السابقة اللي هي أهم نقطة أنا حباها، اللي هي بالنسبة للتعريف اللي هي المشاعر. طبعاً تعريف المشاعر من الأدوات أو الوسائل المهمة اللي إحنا أخذناها المرة الفاتت، إن لازم نعرف أبنائنا إننا فاهمينهم، إننا فاهمين شعورهم. وطبعاً الكلام ده بإنه أنا بقول له أنا بحس بيك وحاسي بشعورك وحاسي باللي أنت بتقول فيه، أقوم أحكي له كمان حاجة مماثلة لمن أنا كنت صغيرة حصل لي، أو حاجة تكون يعني خبرة مرت بيك أنت، أو حاجة في نفس الموقف عشان هو يتيقن إنك أنت فاهمه تماماً. وبعدك نحاول نساعد أبنائنا في حل المشكلات. طبعاً دي أنا حبيت أذكركم بها، لأنه أنا في الشغل الجاي إن شاء الله حننتقل بكل الأشياء دي أو تصحبنا كل التمارين دي. طيب أول جزئية اللي هو الهدف الأول عندي الاختيارات. طيب عايزة أول حاجة أوضح أهمية الاختيارات. تمام، أنا عندي الاختيارات لما أجي أقضي طفل، طبعا الاختيارات من اسمها اللي هي إعطاء الطفل خيارات. تمام، طيب أول جزء أو أول أهمية بالنسبة لها إنها بتدي الأطفال مساحة مشتركة مع آبائهم في القيادة. طبعا الطفل عادة بيحب إنه يكون عنده سيطرته على حاجاته في حياته، حتى لو هو طفل صغير لو بتلاحظ إنه بيقوم بيرفض إنه مثلاً أهله يختاروا له اللبس الفلانية أو يدوا الأكل الفلانية، الطفل دائماً بيحب إنه يكون حر. طيب فالحتة تحت الاختيارات بتحسس الطفل إنه هو عنده الحرية، وإنه بيكون إنسان محترم إنه بيختار، يعني بيعرض له وسيلة أو وسيلتين أو ثلاث وسائل، أوكي، وبيقوم يختار منهم الشيء اللي هو حابيه، فبيشبع حتة الحرية عنده، أو حتى لدرجة يعني إلى حد ما، لكن هو في النهاية بيشبع الحرية عنده كطفل. الحاجة الثانية أو الأهمية الثانية اللي هي جعل الطفل يتحمل مسؤولية اختياراته. طبعاً الطفل لما يختار، أوكي، أي أمر يختاره هو بيكون بعد كده مسؤول عنه، لو طلع معاه سيء أو طلع معاه بصورة جيدة هو حيكون مسؤول، يعني ما حيقعد يبقى، حتى لو بقى طبعا في الفترة الأولى لغاية ما يتعود ما بتبقى مشكلة، بيكون هو إنسان مسؤول جدا، حيتقبل الحاجة دي برحابة صدر. طيب ولأنه هو الاختارة فبتحمل النتيجة، فبالتالي إحنا بنكون أعدينا الشخص ده للمستقبل إنه يكون إنسان مسؤول، وإنه يكون إنسان حذر في تصرفاته تجاه المستقبل. بالإضافة لأنه بتحسس الطفل أنه يملك قرارات، فلما يجي يقول أنا اخترت الحاجة الفلانية معناه هو ملك القرار بتاعه، بحس بالانتصار، بحس بأنه هو صاحب القرار وهو بيملك القرارات في حياته، فدي حتة مهمة جدا. طيب بالإضافة لأنه لما ندي فرصة لأنه الطفل يختار بتعلم مهارات التفكير. طيب فبيقوم يتدرب على أنه يفكر، فبيكون حذر في المستقبل. التفكير طبعا هنا حيكون
حيفكر في الخيارات. لو المرة دي اختار الخيار أو اختار خيار ما عجبه، المرة الجاية حيقعد يفكر في الأمر، هل مثلاً ده مناسب ما مناسب، فبتديه فكرة إنه وبتديه فرصة إنه يعني يغيم أشياءه ويكون حذر للمستقبل، بالإضافة لأنه بتحسسه بالأهمية وبتحسسه بالانتماء. طبعاً لما أجي أقول له قرارك شنو، أو مثلاً أديه خيارين أقول له طيب اختار أنت رأيك شنو، مثلاً الأفضل لك شنو، أو أنا منتظر قرارك. الحتة دي كلها بتحسسه بأنه إنسان ذا أهمية، وأنه ينتمي لناس بتهتم بأمره، أوكي، وأنه هو إنسان مهم. طيب الحاجة الأهم من ده كله بتجنبنا عناد الطفل. الطفل طبعاً بيعاند لأنه هو عايز يثبت نفسه، ولأنه هو عايز يوضح إنه هو الحياة هو مالك قراره وكده. فإحنا بنجي بنتصادم معه في النقطة دي. فلما أنا أعرض له الخيارات بيقوم بنشغل بالاختيارات، فبيقوم بفكر إنه الأفضل وينه، أو فبتقوم تجنبنا العناد في إنه يبكي في الحاجة أو كده. وفي نفس الوقت إحنا بنكون فرضنا الحاجة إحنا عايزينها عليه، برضو بتخلي لنا الطفل متعاون في كثير من المواقف اللي ما بيكون عنده فيها هو قرار، فبيكون متعاون فبرضى بأي قرار من القرارات احنا بنديها له. طبعا دي كلها أهمية الاختيارات. الوسيلة دي مناسبة للأطفال ما بيتكلموا حتى، يعني الوسيلة دي لو انت قلت لها ابتدي بها اتعامل بها مع أطفالي من وين، من سن سنة او اوكي من قبل كده. انا ممكن حتى اجيب كمثال، اقوم اجيب لهم مثلا لبستين اقوم اخذتهم في قدام، وهو اللي حيمسك فيه هو اللي حيختاره. فهنا انا حكون اشبحت الطفل على انه يشبع حريته ويتعامل بطريقه مناسبه. طيب انا هنا الاختيارات لازم تكون عندي ملائمه ومقبوله. طيب كلمه ملائمه دي معناها انا لازم يعني اكون خدت في بالي الغير ملائم. يعني أنا مثلاً ما ممكن أجي أخير الطفل أقول له هتمشي المدرسة ولا ما تمشي المدرسة، طبعاً ده مرفوض، ده من الحاجات اللي أنا بخير فيها الطفل أصلاً، ده غير ملائمة. أو مثلاً أقول له هتلعب بالسكينة ولا هتلعب لا، أصلاً المطبخ خط أحمر ما يدخل المطبخ أصلاً لأنه فيه أخطار. فيبقى معناها أنا بشوف الملائم من الغير ملائم. في الحالة دي لازم يكون في ملائم. الحاجة الثانية لازم يكون مقبول. مقبول بمعنى شنو؟ بمعنى إنه أنا لما أدي الخيارين يكونوا الخيارين مقبولين بالنسبة لي أنا، عشان ما يجي يقول لي أنا اخترت الخيار الفلاني أقول لا استنى أنا حغير الخيارات. لا، الخيارين مقبولين بالنسبة لي أنا، أوكي، عشان الطفل لو أخذ أي واحد من الاثنين ما مشكلة عندي، أنا حأقبل وحأوافق، كويس. وتكون حاجة مناسبة. مثلا ممكن أقول له مثلا تنوم الساعة 9 إلا ربع ولا الساعة 9، أنا هنا أديته خيار برضه خلاص، هو حيقول لي 9 وربع مثلا، تمام. فهنا دي مقبولين بالنسبه للاثنين، يعني 9 الا ربع و9 اوكي ما في مشكله بيناتهم، تمام. طيب خلونا نلعب مع بعض لعبه، دارين نستخرج هنلعب اللعبه عن طريق السماعه، تمام. كل واحد يرفع يده وانا افتح له. طيب اللي هي مطلوب شنو في الجيم؟ الجدول اللي قدامنا ده فيه حروف، تمام، وممكن تستخرج لي منه ثلاثة من أهمية الاختيارات. أنا الحين ذكرت مجموعة من الاختيارات أهميتها، فأنا عايزة بس ثلاث اللي هم شنو. أقوم أشكل بالحروف. مثلاً أنا لو جيت قلت لكم دائرة لي مثلاً من الحروف دي كلمة، ممكن تجي تقول لي مثلاً بنت فحلق الباء والنون والتاء، أوكي. طيب وضحت اللعبة؟ وضح الجيم؟ السلام عليكم. نعم، عليكم السلام والرحمة. على الشات ملائم ومقبول. نعم، الشات واقف يعني وخبر. أيوة ممتاز. وعلم. طيب. طيب. ممكن إني طيب. ملائم علم خبر. طيب. ما في باي ما في. طيب. ها أوكي ممتاز. طيب نشوف مع بعض عندنا مقبول. تمام. عندنا كنز. طيب أول حاجة، طيب مين تاني يقول؟ تاني ممكن شخص تاني يقول؟ ها كنز. كنز، كلمة كنز. أيوة. طيب
تاني أول حاجة مهارة بتعلمه مهارة التفكير. طيب نسمع تاني، في حد تاني عنده؟ في حد عنده إجابة؟ نعم. التعاون ممتاز، التعاون نعم، تحمل المسؤولية. طيب خيار آخر من الـ من الـ من الحروف الموجودة عندنا. تجنب نعم. العناد. تجنب العناد. العناد ممتاز ممتاز. طيب وتاني تجنب العند. أيوة، وبتحسس الطفل بأهميته. أها النجاح. نعم الانتماء. أيوة بتحسسه بالانتماء، كلها موجودة الحروف هنا في في الجزئية دي. أيضا العزم. نعم العزم، أوكي بتخلي عنده عزم فعلا صحيح. وماذا؟ التعاون طبعا ذكرت من قبل. طيب ممتاز، كلكم تاخذوا الكاس وشكرا لكم لمشاركتكم. طيب هنشوف مع بعض الخطوات بالنسبة بالنسبة للاختيارات. طبعا بس قبل ما أقول الخطوات بالنسبة للاختيارات، أنا حابة أقول حاجة واحدة، إنه الأطفال الصغار ممكن نديهم مثلا اختيارين بس، كل ما كبروا الأطفال اللي هو في مرحلة المراهقة وانت ماشي لقدام، يا ريت توسع لهم نطاق الخيارات، لأنه الحتة دي بتخليهم في حتة بتاعت نقاشات واصطدام معك. طيب فعشان ما يكون في مثلا صدام بيناتكم، حتوضح للأطفال إنه مثلا بالنسبة للكبار، إذا حددت له موعد مثلا إنه يرجع من خارج البيت، ممكن تقول له مثلا موعد الرجوع، هل إننا مثلا نناقش الحين أو مثلا أنا أحدد الموعد؟ فدي هنا أنت كده بتديه مساحة أكبر وممكن يناقش معك فيه. طيب بالنسبة لإعطاء الطفل الخيارات، لازم تكون الخيارات محددة. طبعاً دي خطوات مهمة جداً جداً، أنا لازم ألتزم بها، إنه أنا لو أديت الطفل خيارين لازم يكونوا خيارين محددين من الأول وأنا قبلانة بهم. طيب طبعاً قلنا زي ما قلنا للأطفال الصغار، إذا هو طلب خيار ثالث طبعاً هأرجع معاك أنا لنقطة شنو؟ تعريف المشاعر. فهقوم أقول له أنا حاسة بيك، ومثلاً وأوضح له إنه أنا لما كنت صغيرة هحكي له برضو نفس القصة وكده. طيب وبعد كده بحزم وبهدوء، أوكي لازم يكون في حزم ولازم يكون في هدوء، أوضح له إنها دي ما من ضمن الخيارات. طيب وأكرر نفس الاختيارات مرة ثانية وأحسسه بالأهمية. يعني أنا في النهاية ما هأطلع من الخيارين، يعني أنا لما أجي أديه الخطوة دي أوكي هأقوم أقول له مثلا أنا حاسة بيك، مثلا أنا لما كنت صغيرة نفس الحكاية كان بتحصل لي، أقوم أحكي قصة حصلت لي فعلا، بعدك بهدوء ثبات أقول له ده ما من ضمن الخيارات، وأقوم أكرر الخيارين مرة ثانية. طيب فده لما أجي أحسسه بالأهمية فبقوم بقول له شنو؟ بقول له أنا منتظرة ردك، هنا بحس إنه هو إنسان مهم، أو بقول له الأفضل لك شنو؟ تمام؟ فهنا أنا بكون أديت الطفل أول حاجة في حرية، الحاجة الثانية عرفت مشاعره، الحاجة الثالثة حسسته بالأهمية، ودي كلها حاجات مهمة جدا للأطفال. طيب بس حابة أنبه إنه ما كل حاجة يعني بعد تعريف المشاعر ممكن ننهيها باختيارات، بننهي بالاختيارات لما يكون في صدام. يعني أنا لما أجي أعرف مشاعر وأدي اختيارات إلا لما يكون في صدام، الحاجة لو بيكون فيها صدام، لو هو اختار أي خيار ثاني هيعمل لي مشكلة، أنا في الحالة دي بتعامل بالطريقة دي. يعني الاختيارات بنتبه تماما وبكون حذرة جدا. تمام الطريقة دي محتاجة لوقت، يعني أنا ما ممكن طوالي كده من الليلة وبكرة طفلي طوالي يهتم بالأمر أو يكون في نفس التراك بتاعي أو ماشي يسمع الاختيارات وكده، لا بتحتاج مننا لوقت إحنا الاثنين، مثلا أنا كالوالد أو الوالدة وللطفل. بعدين ما كل مرة الطفل بيكون مبسوط بالقرارات اللي هو بيتخذها، لكن على الأقل بيكون نفذ القرار اللي أنت عايزه منه كويس، وبيكون يعني وبيحس إنك أنت متعاطف معه. طبعا لازم تكون متعاطف معه، يعني ما تحسسه إنه شخص سيء ولا تحسسه إنه شخص ما بيسمع الكلام، لازم يكون في إحساس لطيف يعني يصل للطفل عشان هو يعني مثلا يلتزم بالأمر أو حتى يحبه لقدام ياخده. طيب ناخد مثال مثلا
طبعا ده بيحصل دائما لو قمنا احنا مشينا مثلا زياره لجدتنا تمام، ونفترض انه الطفل قعد وخلاص احنا طالعين الساعه 9 مثلا، انا حقوم اقول له يلا خلاص بعد 10 دقائق حنطلع، ولا ممكن كمان انا اقوم اقول له مثلا رايك شنو نطلع بعد 5 دقائق ولا 10 دقائق، انا ممكن كمان اخيره في الحته دي، فيقوم يقول لي بعد 10 دقائق. طبعا لما تيجي 10 دقائق بقول له يلا طيب ها يلا نمشي، بيقوم بيقول لي لا انا ما ماشي. طبعا دي بتحصل كثير جدا، وبيقوم بيقول لك الطفل ما ماشي معك خلاص انا قاعد هنا، لانه بيكون هو مستمتع وقاعد ومبسوط وكده. ففي الحاله دي انت المطلوب منك انك تعمل شنو، تبتدي الخيارات بتاعتك، توضح له انه انا حاسه بشعورك ده، وانا نفسي لما كنت صغيره انا طبعا بالنسبه لي بقول انا كنت بحب جدا اقعد جنب عمتي الله يرحمها وما بحب اطلع منهم وكده، لكن الخيار ده للاسف يعني ما من الخيارات انك تقعد، الخيار ان احنا يعني الخيارات احنا نمشي خلاص الحين حنتحرك. انا بديه خيار ثاني لكن في نفس التراك، الخيار اللي حاديه له انه لو كان صغير ها تمشي برجلينك ولا اشيلك، ده لو كان صغير، لو كان اكبر ها نجري ولا تتحرك للباب براك ولا نجري السابق، نمشي مشيت مثلا النمله ولا نمشي ولا نجري. فهنا انا بكون حددت خيارات لكن في نفس الحته اللي انا حددتها انه احنا حنمشي خلاص يعني تمام. طبعا في اطفال كثير فانت بتخليك دائما انك بتدي خيارات ايوه لكن في نفس الحته، يعني انت ما حتمشي محتاج احنا حنمشي خلاص، حددت تدي للطفل الفرصه انه او توضح له تماما انه خلاص احنا حنتحرك. طبعا الكلام ده يا جماعه المفروض يكون بشنو، بكل هدوء وبكل ثبات من غير اي تهديد من غير اي رفع صوت، انا ما حارفع صوتي عليه ولا ههدده ولا اي حاجه تمام. طبعا حراجع على الحته دي تاني مره على السريع، انا في الخيارات بحدد الطفل خيارين طيب، واذا هو مثلا رفض الخيارات انا بقوم بقول له بحسسه بديه اللي هي تعرف المشاعر، بوريه انه انا حاسه بيك وانه انا حاسه انك انت مثلا شعورك كده او مثلا انت حزين لانه كده، وبعدك بديه مثال لي انا حصل لي انا شخصيا لما كنت صغيره اذا في تمام. وبعد كده برجع للخيارين تاني بحزم وبهدوء وبكل ثبات. واضحه الفكره؟ طيب انا عايزه 8 اشخاص يشاركوا معي في الجيم ده على السريع جدا. الأشخاص الثمانية اللي حيشاركوا معي حنفتح المايك. مثلا أستاذ محمود رافع يده بس ما عنده صوت. طيب عايزة 8 أشخاص لو سمحتوا، أي 8 أشخاص بس حابين يلعبوا معي الجيم ده على السريع. ممكن نختار عدد أقل؟ نعم. ريما اتفضلي يا ريما، افتح المايك من عندك وخليكي معانا يا ريما، هتختاري انت رقم من 1 لـ 8 تمام. طيب استاذه دمياء اتفضلي اختاري. اختار رقم؟ اختاري لا ممكن تختاري ايوه نعم اتفضلي استاذه دمياء تشرفينا باللعبه. طيب عايزين شخص ثاني. شخص ثاني. طيب الاخوه والاخوات اللي فاتحين يحبون يشاركون تستطيعون برفع اليد؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة، بس اختار رقم. رقم 4. رقم 4، خلاص كل حد فيكم حيختار من 1 لـ 8، اخترنا خلاص. يلا أستاذة دمية اخترتي رقم؟ 1. 1. أنا اخترت 4. أيوه 1 و4، طيب ريما اخترتي أي رقم؟ أنا اخترت 4، في حدا أخذه؟ نعم طيب. أخذوا رقم 4. نعم 4 اخذت حتى اني ده مشاركه من نعم ضليع نعم. خمسة نعم. اوكي جود. طيب ها انا منو ثاني؟ نعم من الاخوان فاطمه الخطيب رقم 3. نعم تفضلي. وامل السيد 7. طيب ها فضلوا 8 و6. طيب اخوان فاطمة برغني 8. اهلا بك يا فاطمة. طيب استاذة فاطمة وتاني معانا. طيب الجيم حيكون كالاتي. طيب لو حصل ما هي الخيارات؟ حيكون عندكم
مجموعة بتاعة أفكار، أنتوا حتقوموا كل واحد فيكم على حسب النمبر بتاعه اللي حيظهر ليهم، تمام؟ كن عايزة منكم في ألم وي على فكرة ممكن يجي فيكم بس الأخت اللي عندها دوشة يا ريت تغلق المايك. طيب في هذا الموقف ما هي الاختيارات؟ كل واحد فيكم على حسب رقمه، تمام؟ طيب نبتدي من رقم واحد. رقم واحد، ابنك مزعل صاحبه، ايه الخيارات اللي ممكن تديها له عشان يرد صاحبه؟ يقدم له هدية. يقدم له هدية، ممتاز. طيب انت تديه خيارين، تقول له نعم انت تبدأ بمصالحته. ايوه اللي هو انت عايزاه يصالحه، حتقول له شنو؟ يس يس نعم. يعتذر من صديقه. ايوه يعتذر من صديقه، ممتاز. طيب وهو معصي انه يعتذر، انت ممكن تخلي له الاعتذار بطريقتين، ممكن تقول له شنو مثلا؟ تقول له اذا اعتذرت اشتري لك هديه مثلا. لا انت ما تشتري له هديه، انت حتديه الخيارات بحيث انه هو يمشي يعتذر لصاحبه، حتقول له انت تحب تقول له مثلا اسف ولا تربت على ظهره كذا. فهو ديل الاثنين بيصبوا في حتة انه هو يعني يعتذر من صديقه، تمام؟ ممتاز. طيب. شكرا لك يا استاذه. طيب نمره اثنين، مين كان عندها اثنين؟ طيب نمبر تو، نمبر تو اللي هي بنتك بتبكي من التسريح، طبعا انت ما في حل، حتسرحيها. طيب ها خيارين للتسريح، ممكن تهددها بقص شعرها مثلا. مين اللي كان عنده الرقم اثنين؟ طيب ممكن اجاوب؟ نعم. اذا كان في مناسبه ممكن تقول لها انه ما راح تروحي معي بالمناسبه هذه اذا ما سرحتي هديتها. طيب احنا ما قلنا شكرا لك يا استاذه. طيب احنا ممكن نقول لها الاتي، حقول لها انت حاسه بالم عشان شعرك مثلا صعب التسريح او كده، يعني انا حاسه بيكي، انا حاسه بانك انت متالمه. طيب انا برضو لما كنت صغيره كنت بحس الاحساس ده. طيب ايه رايك انت لما تحسي بالالم ترفعي لي يدك ولا مثلا تهزي لي راسك او ادي اي حركه، ادي اي اثنين، انا في النهايه حسرح لها ما في حل، صح؟ بس من غير ما اقول لها احرمك من حاجه، حعرف مشاعرها وبكل حزم وهدوء اوضح لها موقف انا حصل لي وبعدين بقوم برجع. طيب خلينا نشوف، نرجع ليه رقم أربعة، رقم ثلاثة. شكرا يا رقم ثلاثة، شكرا للمشاركة ومننا لك روز. طيب رقم أربعة حنغيره به، شكرا جزيلا. برضو رقم خمسة. طيب نعم نعم خمسة. نعم شكرا جزيلا، جزاك الله خير على المشاركة يا رقم خمسة. طيب رقم ستة. نعم قلنا لك شكرا جزيلا لك، شكرا لمشاركتك معنا. طيب رقم ستة، رقم ستة في حد كان رقم ستة، رقم أربعة يتحول ستة. كم خيار؟ حنعطي الطفل كم خيار؟ خيارين. خيارين، ممتاز. الطفل الصغير خيارين، الأطفال الأكبر ممكن نحدد نكبر الخيارات أو نوسع الخيارات، تمام. رقم سبعة، مين رقم سبعة؟ نعم. رقم سبعة. نعم أدينا من خطوات الاختيارات، الخطوات تحت الاختيار شنو؟ أن يكون الاختيارين مقبولين. ممتاز، أنهم يكونوا اختيارين ومحددين ومقبولين، ممتاز. وتعني والاختبارين يكونوا يعني مؤدين للغرض. ممتاز ممتاز. وإذا طلب مني الطفل اختيار ثالث أنا بعرف مشاعره وبحكي له قصة من الحاجة اللي حصلت علي أنا زمان، وبعدها في النهاية برجعه للاختبارين مرة ثانية، اختيارين مرة ثانية، تمام. ممتاز شكرا لك. طيب رقم ثمانية، أستاذة فاطمة بنتك رافضة تنوم. رافضة تنوم، كثير كان ما يحصل. بعطيها خيارين، تقول لها لو نمت بدري أنا ممكن بكرة أطلع بيكي مثلا رحلة أو أجيب لك لعبة مثلا أو أديك الآيباد تلعبي فيه، يعني بحب
فيها تحفيز يعني تحفيز حوافز انه انك تحتومي بدري حيكون عندك حافز اللي طيب. هو واحد طيب مثلا حافزها بلعبه او حافزها مثلا بطلعه ولا حاجه هي بتحبها يعني. طيب اوكي ممكن دي. طيب انا عايزاك تاخذيني بس انها هي خيارات لانها هي تنوم مباشره يعني الخيارات نفسهم بيصفوا في انهم انها تنوم يعني انا ممكن اقول لها شنو مثلا هات هيديك ولا اقرا لك قصه قبل ما تنومي مثلا ايوه يعني انا ممكن اديها بالضبط كده ممكن اديها برضو الخيارين في نفس اللحظه على اساس انه طيب هي طبعا حتقعد تفكر انه اي واحد من الاثنين تختار. شكرا لكم شكرا للاستاذه فاطمه واستاذه دنيا وكل الناس اللي شاركوا وشكرا لكم وصراحه فعلا تستاهلوا طيب دي كانت الاولى اللي هي الاختيار الاول كان اختيار اختيارات اللي هو كانت الوسيله الاولى. الوسيله الثانيه في الدور بتاعتنا او في الورشه بتاعتنا اللي هي العواقب المنطقيه. طيب العواقب المنطقيه اللي هي لو انا سالتها ماذا تعني لكم العواقب المنطقيه يا ريت برفع الايدي بس ونشارك ماذا تعني العواقب المنطقيه لما اقول عواقب منطقيه بتعني شنو يعني اي حاجه باللسان يعني كلام ممكن تكون كلام بس جرح مثلا ودي حاجات صعبه شويه للاطفال ما بيتسوى العواقب المنطقيه تكون جرح لا العواقب المنطقيه لا طيب كده نشوف ثاني مين يكون عنده فكره ثانيه ممكن مترتبه على الاخطاء المرتكبه اي نعم اللي هي عواقب تكون مرتبطه ممتاز طيب فكره ثانيه ممكن تكون شنو العواقب المنطقية؟ ممكن تكون عواقب تؤدي إلى إصلاح وليس مجرد عقوبة مثل عقوبة بدنية أو غيرها إنما عقوبة مدروسة تؤدي إلى إصلاح الموقف طيب أوكي ممكن طيب نعم في حد ثاني عنده تكون نعم سيزوفا أشياء مرتبطة بالنتائج يعني بالحدث يعني بالحدث. نتيجة للتصرف المعين بتكون العاقبة المحددة نعم نعم طيب شكرا لكم شكرا لمشاركتكم كل الناس الداخل ولكم نجمة الإنجاز طيب العواقب المنطقية هي يتحمل الطفل عواقب فعله دون تدخل المربي بتكون من غير ما يتدخل المربي في أي شيء هو اللي يتحمل المسؤولية فيها تمام طيب العواقب دي أول حاجة قبل ما أبتدي عندي فيديو صغير جداً عايزاكم تشوفوا تشاهدوا الفيديو عايزة رأيكم في الفيديو روني أنتوا التصرف ده كان سليم ولا لا هيا هيا إيه الكرة انظروا ماذا فعل يا إلهي ماذا سأفعل من الذي فعل هذا كم مرة قلت لكم ألا تلعبوا هنا سأضربكم جميعاً طيب حابة أسمع بس أصواتكم كل واحد لو سمحتوا يوضح لي الفكرة شنو الفيديو ده مثلاً بالنسبة ليكم أنا عايزة كل الشعور شعور الأطفال شعور الأم كده أو بالنسبة ليك مثلاً يعني الطفل أنب الطفل هو بأنب ضميره الطفل بنفسه ضميره أنبه على الفعل اللي هو فعله نعم نعم ممتاز ملاحظة جيدة جداً أيوة في حاجة تانية يا أستاذ عادلة نعم. عندي مداخلة بالنسبة لتصرف الأم يعني تصرف الأم الخاطئ جدا لأنه بتربي في الطفل الخوف على ما أعتقد طيب. يعني بتربي في الطفل الخوف تمام. وإنه ما يتحمل نتيجة غلط وكان ممكن بطريقة أهدى شوي وهو في الآخر يتحمل نتيجة الغلط بطريقة منطقية زي ما أنت حكيت يعني ممتاز ممتاز طيب كان عندي مشاركة رأيكم في الفيديو ألو أنا اتفضل أيوة يا عادلة نعم يعني موقف ده أنا مر بي حقيقة مر بي حقيقة إنه أولادي كانوا بيضربوا الكورة في الصالة وكل نعم. يوم بيكسروا لمبة ليه لأنه نحنا كان نمنع الأولاد يطلعوا مثلا يلعبوا برا مع الأولاد الثانيين
فكل يوم مو ما كنت انا بصرخ عليهم، هم كان بيصرخ على نفسي، وانا كل يوم اركب لمبه وقلت ما في حل، ما هم يطلعوا يلعبوا مع العيال برا يا كمان يكسروا لمبه، لان الكوره دائما بتكون ما بطريقه غير اراديه بتمشي على اللمبه وبتكسرها. عانينا من الحكاية دي لما الصغير يعني خمسة ستة سنوات كده في الصف الأول، فكان بيلعب كرة داخل الصالة، فكان كل يوم بيكسر لنا لمبة، كان مرة تاريخ ومرة نقول لها كده غلط، وكان هو نفسه مرات بيتصرف يقول لأخواته أنا عندي معه في خمسة ريال مش بجيب لمبة قبل ما بابا بيشوفه وكده، يعني عرفت كيف؟ حصلت هذه، حصل معي هذا الشيء يعني. نعم حصل يعني، مرة كان في تاريخ ومرة كان في ما تلعب ثاني ومرة في كده الكورة ما يعني السلوك كانت بالنسبة لنا مرات تصرفاتنا كانت تكون مزعجة بالنسبة لهم هو مرات أيوة. وكان بيحل المشكلة يعني قبل ما نحن نعرف يعني يكون اللمبة اتكسرت وهم صلحوها لأنه كان في سلم موجود في البيت ممكن يطلع هو يصلح المساعدة. نعم برضو الخطورة يعني أنا كم مرة قلت لأبوه حيعرض نفسه الخطورة ممكن الولد واقف في السلم يعني يطيح ولا يحصل له شيء يعني كده. نعم نعم فعلا من التجارب فعلا فعلا صح الكلام ده فعلا الأطفال كلهم لأنهم الحرية ضيقة عندهم عشان كده بنقول لك الأطفال بتديهم حرية لكن بطرق منطقية ممكن تكون مناسبة معانا إحنا ومناسبة معاهم ودي إحنا هنا الهدف من الكلام بتاع الورشة بتاعتنا كله بس إحنا فعلا نصل لمساحات متقاربة بيننا وبينهم ونشاركهم أشياءنا ويشاركونا أشياءهم. طيب أنا حديكم كلكم النجمة تحت الأسبوع لأنكم فعلا تفاعلتوا شكرا لكم في التفاعل. طيب أنا عندي ركائز أساسية وشروط بالنسبة للعواقب المنطقية. طيب العواقب المنطقية أول حاجة لازم نتأكد إننا إحنا بنستخدم ركائزها وشروطها دي. الشرط الأول فيها إنها تكون مرتبطة بالفعل بمعنى إنه الطفل لو وسخ مكان ينظف المكان تمام، مثلا لو كسر قلم يجيب قلم، المهم انه هو حيتصرف في الحدود بتاعت الفعل نفسه مرتبطه بالفعل نفسه تمام. الركيزه الثانيه انه يكون هناك احترام متبادل بمعنى انه انا لا اصرخ فيه لا اضربه لا اهدده ولا انظر له نظره غير لائقه عشان احسسه بالدونيه او احسسه بالذم تمام. الحاجه الثالثه انه يكون مثلا تكون منطقية، ما من المنطق إنه وسخ كرسي بكاتشب مثلاً كب الكاتشب في الكرسي أقوم أقول له تقوم تنظف الكراسي تحت البيت كلها والكنب وتغسل الستائر وتعمل الحيط، طبعاً ما ممكن ما معقولة صح؟ فلازم تكون منطقية يعني العاقبة تكون على قدر الخطأ اللي هو أخطأه تمام؟ الركيزة الرابعة اللي هي إنه الطفل بيتعلم منها، يعني حاجة لازم الطفل يتعلم منها لمستقبله، لأن إحنا قلنا يا جماعة التربية عشان الأطفال يتعلموا في المستقبل اللي قدام حاجة مهارة يمتلكوا مهارة. يبقى معناه أنا الركائز دي لازم أوكي أتأكد منها إنها تكون مرتبطة بالفعل إنها تكون في احترام إنها تكون منطقية وإن الطفل يتعلم منها شيء تمام. من الأشياء الممنوعة تماماً في الوسيلة دي إنه أنا ما أصرخ في الطفل، طبعاً بيحصل يعني يا جماعة بيحصل إنه بنصرخ أيوة بس إحنا نحاول نقلل، مثلاً ما نصرخ ما نضرب ما نحجر ما نهدد، دي كلها أشياء أنا مفترض إني أنا ما أعملها مع طفلي. طيب الوسيلة دي أوكي طبعاً لو ما طبقنا الشروط الأربعة ما حتكون هي الوسيلة المطلوبة وما حتكون مقبولة وما حتتطبق أصلاً صح، ما حتكون أصلاً هي نفس الحاجة اللي إحنا بنتكلم عنها الوسيلة اللي هي وسيلة العواقب المنطقية. فأول وسيلة فيهم أو أول خطوة عندها 8 خطوات أنا لازم أمشيها، أول حاجة التركيز على المستقبل بدل الماضي، يعني أنا مثلاً طفلي عمل حاجة بركز على المستقبل ما بركز على الماضي، بمعنى أوكي أساعد الأطفال عن إنهم يتعلموا من أخطائهم عشان ما يتجنبوها في المستقبل. طيب وممكن ده يتحقق عن طريق توجيه الأسئلة، ممكن أسأله أقول له طيب لو حصل كده يحصل شنو وطيب كيف يحصل الكلام ده. طيب طبعا دي الأسئلة دي ناقشناها في الحلقة الماضية أو في التربية بالتعزيز الإيجابي الأولى تمام، أخذنا إحنا بعض الوسائل اللي هي هسه مساعدانا هنا برضو في الوسيلة تحت العواقب المنطقية. طيب بقوم بركز على المستقبل وبالأسئلة بحاول استكشف منه هو نفسه حيلقى لي الحلول اللي أنا محتاجاها. الحاجة الثانية عندي الفرصة تساوي المسؤولية تساوي النتيجة، يا معلمين الرياضيات دي معادلة أوكي اللي هي لو لاحظتوا الثلاثة أطراف فيها تتساوى، بمعنى إنه بتتحقق
لما تكون العواقب المطروحة بتكون منطقية. كيف يعني الكلام ده؟ الفرصة تساوي المسؤولية تساوي النتيجة. طيب معناها مع كل فرصة بديها لطفلي بيكون هناك في مسؤولية طيب تقع عليه، والعاقبة بتكون واضحة بتكون صريحة. لو ما تحمل المسؤولية بتجد الفرصة، يعني أنا في كل فرصة بديه مسؤولية، والمسؤولية لو ما تحملها كويس بيقوم بيفقد الفرصة، لو تحملها بيقوم بياخد الفرصة مرة تانية. تمام؟ مثلا لو أنا قمت قلت لهم أوكي ألعب في الصالة، تمام؟ لكن من غير ما تكسروا اللمبة، هم حيقوموا يفكروا كيف إنهم ما يكسروا اللمبة. طيب معناه يبقوا يلعبوا لعبة بتاعت بورد، يلعبوا مثلا ليدو، يلعبوا مثلا سلم وثعبان، يلعبوا أونو. يبقى معناها الفرصة إنهم يلعبوا في الصالة انهم حيلعبوا بالالعاب داخليه، العاب المنزل العاديه، اوكي. النتيجه انه انا حاديهم فرصه ثانيه انهم يلعبوا مره ثانيه في الصاله، اوكي. طيب اديتهم الفرصه يلعبوا في الصاله، المسؤوليه انهم قاموا كسروا اللمبه، النتيجه انه انا حرمتهم لما يبدو اهتمامهم، وانهم هم ثاني حيجوا يعملوا مثلا او يلتزموا بانه ما يكسروا ما يعملوا، انا بديهم الفرصه مره ثانيه. فهم حيكونوا حذرين، حيكونوا فاهمين، بتديهم فرصه انهم يتحملوا المسؤوليه، مسؤوليه التصرفات اللي هم يتصرفوها. تمام؟ من الخطوات برضو الخطوه رقم 3 اللي هي التركيز على الحلول. طبعا يا جماعه ما دائما انا بلقى لي عواقب، ما دائما بيكون في لكل سلوك عاقبه معينه، لا، انا ممكن اركز على الحلول. طيب نشوف الحل المناسب للمشكلة. طبعا بنلقى حلول بمساعدتهم هم، لما أنا أسألهم الأطفال هم بدوني حلول، عشان كده إحنا 4 كان بيقول لك يجب مشاركة الأطفال في مناقشة الحلول. لما أدي الطفل فرصة إنه يشاركني في الحل، الأطفال بطبعهم ناس موهوبين جدا، بارعين جدا، عندهم مواهب، لو أنت نميتها بتاخد منها الماكسيمم. تمام؟ فأنت في الحالة دي يعني بتكون استفدت تماما لما ناقشته في حل المشكله. من الفوائد اللي انت ممكن تجنيها بينموا مهاراتهم، بينموا مهاره التفكير عندهم، مهاره حل المشكلات. تمام؟ بيكون في التزام، يعني التزموا لك ليه؟ لانه هم اللي شاركوا بالحل ده، الحل منهم يجي منهم، هم بيلتزموا به تماما، فبتقلل شنو المشاكل الاسريه اللي بتكون بينكم والحده والكده. بالاضافه لانك يعني لما هم يساهموا في المناقشه دي بتديهم فرصة بإنهم بإيجاد مكان لهم في المنزل أو انتماء، بتخليهم ناس منتمين للمنطقة اللي هم فيها، لأنهم أراهم أراءهم تسمع وتنفذ. تمام؟ بتطور ثقتهم في أنفسهم، وبيكون في احترام لذاتهم، ودي حاجات مهمة جداً. لما الطفل يكون محترم لذاته ويكون عنده ثقة بنفسه ويكون هو قادر يحل مشاكله، دي كلها أشياء يعني فعلاً إحنا حابيننا في أطفالنا أو حابيننا تكون عندهم. تمام؟ لما نقدر مساهماتهم، ولما نقدر مثلاً مشاركاتهم الشركاء والحلول اللي طرحوها، دي بيزيد من شعورهم بالاهتمام والانتماء زي ما قلت أنا من شوية، بيشعروا بإنهم هم ناس في البيت ده بينتموا. دي من الحاجات الأساسية اللي هي أصلاً مفطور على الإنسان عموماً، طبعاً حتى الأطفال، اللي هي حاجات المأكل وحاجات الانتماء وحاجات الأمان. فالحاجة تحت الأمان بتشبع عندهم. تمام؟ فبيكون عندهم كمان إنه يقللوا من الأخطاء، وبيحاولوا يلقوا حلول للمستقبل، فبيكون في حلول دائما لأي مشاكل هم تكون عندهم. أستاذة عادلة، نعم، معك 10 دقائق إن شاء الله. طيب التخطيط للمستقبل طبعا بيشعر الاطفال بالنسبه للتخطيط للمستقبل اذا شاركوا في الحل. طيب دي بتكون بالنسبه لهم انهم يفكروا مثلا في تخطيطهم في مستقبلهم. تمام؟ وممكن احنا ندرج الحته دي في وين؟ في اجتماعات الاسره، زي ما احنا اخذناها في المره الاولى انه عندنا في اجتماعات الاسره الاطفال ممكن يدوا الحلول للمشاكل اللي عندهم. طيب رقم 6 تجنب العقاب البدني. طبعا لازم الخطوات ان انا ما اعاقب الطفل، لانه العقاب بيحسس الطفل بالخجل وبالوضاعه وبيحرجه، ودي حاجه ما مستحبه. انا طبعا عايز انمي ثقته بنفسه، فلازم انه يعني اتجنب الحته دي. بالاضافه لانه انا ما اقول له امشي اقعد افكر في الامر، لا، انا كده حرجعه للماضي، والطفل زي ما قلنا المره اللي فاتت ما بيعرف يدير مشاعره بنفسه، فانا لازم اكون معه في اداره المشاعر بتاعته. تمام؟
بعد كده أسهر التعاطف بتاعي، يعني أنا لو لقيته في وضعي سيء ما أقوم مثلا أسهر له إنه أستهتر به أو كده، لا لازم يكون في تعاطف طالما إحنا يعني والدينه وحابين إنهم يمشوا لقدام. لازم أكون عارفة لي وسائل أخرى، الوسائل الأخرى دي زي شنو مثلا؟ زي إنه مثلا أقول له ماذا قرر ماذا ستفعل، اللي هي دائما بتكون مثلا يعني أحدد للطفل مثلا، أقول له مثلا أقول لك الكلام ده مرة واحدة، لو أنت ما سمعته أوكي أنا ما حكرره تاني، لكن ممكن أرد لك على أسئلة أنت حابين، تمام؟ أو مثلا أقول له أنا عقد معه اتفاق، أنا مثلا حراجع لك من الساعة 7 لـ 8 مثلا اليوم، لو ما جاني راجعت معه في الزمن ده أنا أقول له خلاص بكرة إن شاء الله، أنا اليوم خلاص انتهى الزمن، يعني أنا لازم أقرر أنا حأعمل معه شنو. دي وسائل أخرى ممكن الطفل يأخذها، بالإضافة لإنه أفعل ولا أتكلم، اللي هو ممكن أنا ما أتكلم معه خالص أوكي وأقوم أنفذ. مثلا أنا جيت لقيت الطفل شايل لي حاجة خطر، أقوم أشيلها منه بس ما أتكلم معه، تمام؟ فدي ممكن تكون وسائل أخرى، وفي وسائل أخرى كثيرة جدا ممكن يعني إن شاء الله الزمن لو سمح لي قدام في المرات الأخرى إن شاء الله نرجع عليها. طيب هناخد المثال نفس الحدث وحنشوف الحصل شنو. هيا نلعب، هيا أعطينا الكرة، فسعطيني الكرة. هل تلعبون كرة القدم في الداخل يا صغار؟ نعم يا أمي. ما المشكلات التي تعتقدون أنها ستحدث إذا ما استمريتم في اللعب داخل المنزل؟ نكسر بعض الأشياء، قد تقضبين منا، قد نحدث ضجة وضوضاء، وما مقترحاتكم لحل تلك الأشياء؟ حسنا، سنقوم باللعب في الخارج، وإن لم نستطع سنلعب ألعاب داخلية. وما العاقبة المعقولة لكم أيها الصغار إذا لم تلتزموا بما اتفقتم عليه؟ يمكنك أن تطلب منا إنهاء اللعب في الخارج، أو يمكننا تلك الكرة حتى اليوم التالي. أحسنتم يا صغار، أنتم رائعون. شكرا يا أمي. طبعا ده نفس الموقف الفات، هيا نلعب، بس المرة دي أخذنا فيه الوسيلة وطبقناها. طبعا أنا حابة أقول لكم إنه فعلا الورشة هي انتهت بالنسبة لي، بس في الشات عندي جيم أنا حنزل لكم الجيم ممكن تستمتعوا به باللعبة. نحن تقريبا أنهينا اللي هي عندنا أوكي. طيب ناخد الجيم اللي هو بتاع العواقب المنطقية، أتمنى إنكم تستمتعوا باللعب عليه وباللعب. الجيم أنا أرسلته لكم في الشات ممكن تفتحوه مباشرة، طيب بس هقول النصائح وبعدين تلعبوا بالجيم اللي هو النصائح عندنا. طبعا لازم احنا نسمع لاطفالنا ولازم يعني يتكلموا معانا، نهتم بكلامهم اوكي، نحسسهم بالاهتمام، نشعرهم بانهم كلامهم مهم جدا ونشجعهم انهم يستمروا في كلامهم. بس حابه اذكركم انه حتى لو ما طبقنا كل الحاجات اللي احنا بنقراها في التربيه الايجابيه، بنكون متاكدين انه مجرد الوعي بالصواب والخطا في طريق التربيه بيأثر على سلوكنا وردود افعالنا بتتغلص، ونقدر نفهم شعور اطفالنا. بالاضافه لانه مهم جدا نعبر عن اسفنا وتسامحنا مع صغارنا ونكسر من الاحتضان لهم والقبلات. النصيحه الاخيره، لو انت حصل لكم نوبه بتاعت غضب اكيد من كثره العمل او من اي شيء او من جراء يوم طويل من العمل، طيب ما حتجعل من طفلنا طفل سيء فما نشعر بالذنب، تمام؟ بس لازم ننتبه تماما او نتذكر انه التربيه لازم تكون بالحوار والمناقشه واهتمام باحتياجات ومتطلبات الاطفال وبالتعاون وبالتعاطف وبالحب وبالدعاء. طبعا اهم حاجه الدعاء، وطبعا يا جماعه انا المعلومات دي كلها من الكتاب اللي هو التهذيب الايجابي من الالف للياء، وعندنا عده مصادر. وفي النهايه هذا الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله، وشكرا الشكر والتقدير لدكتور السويفي والمجموعه المبادره واستاذ وائل واستاذه دمياء وفريق المبادره، وشكرا لتفاعلكم الرائع، وشكرا لكم،
وأنا طبعاً منتظركم للأسئلة، بس ممكن تلعبوا الجيم لو حبيتوا شوية. شكراً لكم. جزاك الله خير أستاذة عادلة، موضوع رائع.